السلام عليكم، اسمي عبد العزيز اللوغاني، انا دارس كأكاديمية تجارة إلكترونية وإدارة نظم معلومات. خبرتي المهنية كانت ما بين الاستثمار في قطاع الملكيات الخاصة وفي التجارة الإلكترونية كرواد أعمال، والاستثمار كذلك في قطاع التكنولوجيا في عالمنا العربي، ومؤخرا مرة ثانية كرائد أعمال. فلاورد هي شركة معنية في الورود والهدايا. نموذج عملنا أن نشتري الورد من أماكن مختلفة بالعالم، فعندنا إحنا زملاء موجودين في أمريكا الجنوبية، في شرق أفريقيا، يقومون كل يوم باختيار أحسن أصناف الورود وشحنها إلى مراكز عملياتنا اللي منتشرة حول المنطقة، وبعدين يتم تخزين هذه الورود وعرض الباقات المختلفة سواء كان ورود أو نطعم معها بعض الهدايا الأخرى على موقعنا أو على التطبيق، وفي حال إتمام عملية البيع على التطبيق كذلك نقوم بتوصيل هذه الورود عبر أسطول خاص فينا من السيارات المبردة. هي فرصة وجدناها في عام 2017، كنا مستثمرين في شركة ورود كذلك، وهذه الشركة ما كانت مسوية زين، فسبحان الله كان حجم الصناعة هذه 1.5 مليار دولار عندنا بالخليج، وما كان في أحد متصدر المشهد، فوجدنا فرصة إن إذا قدرنا نسد الثغرات اللي موجودة في السوق قد يكون لنا فرصة إن بالفعل ناخذ حصة كبيرة من السوق، وهذا اللي دفعنا لتأسيس فلاورد. والحمد لله اليوم احنا متواجدين في 9 دول، نخدم قريب 40 مدينة تقريبا، عندنا أكثر من 1000 بطل وبطلة موجودين معنا، ويعني خدمنا ملايين من العملاء في إسعادهم وإحياء مشاعرهم بلحظات مميزة من حياتهم. التحديات أعتقد تختلف من مرحلة إلى مرحلة، كل مرحلة من عمر المشروع هناك تحديات مختلفة. البدايات قد يكون التمويل أكيد تحدي كبير، وشلون راح نحصل مستثمرين، الفرصة اللي موجودة هل هي على الواقع بالفعل كحجم مثل اللي كان ببالنا ولا لا، فريق العمل هل هو على قدر من الكفاءة وفعلا يقدر يعاونك، ولا أنت بتشتغل بروحك طول الفترة هذه. فأعتقد البدايات مختلفة، اليوم كذلك احنا نواجه مشاكل ونواجه تحديات، وكل يوم الحقيقة نمر فيها، بس أعتقد في المرحلة الحالية التحدي الكبير هو كيف تقدر تنمو كشركة وتحقق المبيعات والإيرادات اللي تبيها، لكن بنفس الوقت تحافظ على ثقافة العمل، وشلون تقدر تنقل القيم والمبادئ اللي تنبع منها الشركة هذه وتوصل وتنغرس في كل عنصر من فريق العمل اللي موجود معنا. تحدي آخر ممكن نمر فيه، فلاورد على مقبلة على الإدراج، فالانضباط أمر أساسي. إحنا في السابق ممكن نشتغل نسرح ونمرح وعندنا أخطاء كثيرة، اليوم ما تقدر تغلط، فالانضباط عنصر أساسي فيه. تقديم الشركة بكرة إذا بنطرح الشركة إن شاء الله في السوق، فاليوم هذا الانضباط فرصة ان احنا نقدر نطورها وتحدي امامنا، والله يكتب فيه الخير. يعني التحديات ما شاء الله ما تخلص، فكل مرحلة من مراحل عمر المشروع هناك تحدي مختلف. انا اعتقد البنية التحتية لنجاح التجارة الإلكترونية كصناعة في اختلاف القطاعات اللي موجودة، عنصر أساسي منها هو شركات الاتصالات. لا شك شركات الاتصالات ساهمت بشكل مباشر في رفع سرعة الإنترنت وجودتها والخدمات، المصاريف يعني كاشتراكات اللي ندفعها مقارنة في السابق اليوم أقل، صارت في متناول الجميع، الهواتف الذكية، المدفوعات الرقمية، هذه البنية التحتية هي اللي دفعت معدل التجارة الإلكترونية في بلد مثل الكويت
أن يتضاعف على مدى العشر سنوات الماضية، إلى جانب طبعاً أشياء أخرى يعني ما لها علاقة بالاتصالات، بس أعتقد المدفوعات الرقمية، سرعة الإنترنت، كلفة الإنترنت، كلها ساهمت بشكل مباشر كبنية تحتية في رفع معدل التجارة الإلكترونية عندنا. رؤية أي شركة هي الجاذب الأكثر لمهارات وجودة فريق العمل اللي راح تستقطبه داخل الشركة، فالرؤية هي الجاذب الأكبر لأكبر مهارات. وأنا أعتقد على حجم وكبر رؤيتك وحلمك راح تقدر تستقطب ناس بهذا القدر. إذا كان حلمك صغير راح تستقطب مهارات متواضعة، إذا كان حلمك كبير تأكد إن شاء الله راح يشاركونك ناس أنجح منك كل في اختصاصه عشان يقدرون يشاركونك هذا الحلم الكبير. الحمد لله احنا حرصنا من اليوم الأول نخصص جزء من مبيعاتنا ليذهب في مسؤوليتنا الاجتماعية بالبلدان المختلفة اللي نشتغلها. هذا يأتي عبر شراكات مختلفة مع جمعيات خيرية بالبلدان اللي التسع اللي نشتغل فيهم، والحمد لله رب العالمين. يعني خلال السنوات الماضية كان عندنا معدل تقريبا عمل خيري كل أسبوع من السنة، فكان عندنا كل أسبوع من السنة نشاط خيري مختلف، مو في الكويت فقط بل في الدول اللي نشتغل فيها لله الحمد. وهذه مسؤوليتنا الحمد لله انعكست كذلك في علاقتنا مع عملائنا، لأن بالفعل كل عميل يشارك أحبابه بمناسبة معينة عبر فلاورد كان كذلك يشعر أنه قاعد يساهم بشكل مباشر في المجتمع اللي احنا نشتغل فيه. فالحقيقة احنا فخورين أن فعالياتنا وأنشطتنا الاجتماعية كثيرة وعلى أشكال مختلفة، أحياناً تكون يعني بمشروع إفطار صائم برمضان، أحياناً يكون بعثة للطلبة اللي ما عندهم القدرة أنهم يكملون تحصيلهم العلمي. هناك أشكال مختلفة الحقيقة نقوم فيها. آخرها كان قبل يومين في استقبال منتخب الكويت لكرة اليد، تم استقبالهم بعد تأهل الكويت إلى كأس العالم، فهذه كلها أشياء مختلفة نقوم فيها الحمد لله. هناك أربع قيم أساسية ومبادئ ننطلق منها في فلاور. الأول هو الفخر، أي شيء نقدمه، أي شيء نقوله، أي شيء نكتبه، إذا ما كنا نشعر بفخر تجاهه نحاول أن نعيد كتابته أو نعيد تنسيقه مرة أخرى، فهذا عنصر أساسي. ونحاول أن حتى اللي يصب قهوة واللي ينسق الباقة واللي يطلع بدعاية دائما هالقيمة هذه تكون موجودة عندهم. العنصر الثاني هو الثقة. الثقة عند عملائنا عنصر وايد أساسي وهذا جزء من ثقافتنا، فإحنا نحرص أن إذا الباقة اللي شفتها وبتشتريها لازم تكون نفس الشكل بالضبط اللي يوصل حق أحبابك. الوقت اللي وعدناك أن نوصل الباقة فيه لازم يوصل حق أحبابك بالضبط بالساعة هذه أو قبلها بعد. التواصل مع العملاء، الخدمة اللي قدمناها ما بين المرسل والمستلم، لازم بالفعل الخدمة هذه تتحقق مثل ما تبينها، لأن اللي قاعد يشتري من فلاورد غالبا ما قاعد يشارك الناس في مناسبة، ولازم توايههم بشكل يليق بالمرسل. فإحنا نحرص أن دائما هذه الثقة فعلا غالية علينا وما نحب أن نكسرها بأي ظرف أي إن كان. العنصر الثالث هي الإبداع. الإبداع جزء من قيمنا ونحرص أن احنا نقدم دائما شيء مختلف، مو الإبداع بأشياء صغيرة بس الإبداع بشكل واسع، فنحرص أن دائما يكون عندنا إبداع وشيء جديد بشكل واسع نقدر نقدمه حق عملائنا. ولله الحمد أعتقد يعني خلال السنوات الماضية ما كنا احنا أول شركة تبيع ورود ولا حلويات،
في عالمنا العربي، بس أعتقد قدرنا ناخذ مكانة وحصة كبيرة من السوق لهذه الأسباب اللي ذكرناها. العنصر الأخير أو الرابع صراحة كذلك هو مهم بالنسبة لنا، هي البساطة. نحاول دائما أن نبسط خدماتنا، ما نبي نعقد التجربة مع عملائنا، فكل شيء نسويه نحاول أن يصب في هذه الأربع قيم. هذه القيم ما نعتقد أنها راح تنعكس على واقعنا إذا افترضنا أن الثقافة أو بيئة العمل متروكة للصدفة، فإحنا حريصين أن نصمم التجربة المناسبة لفريق عملنا عشان يكون دائما حامل لهذه القيم والمبادئ اللي ذكرناها، ونقدر نعكسها في خدماتنا لعملائنا. كل شخص يدش الشركة، أنا ما أقدر أقابل الحقيقة كل الناس، وأعتقد كثير منهم أكفأ مني يعني، بس أحرص أني على الأقل أقابل بنهاية أو بداية عفواً كل شهر كل فريق العمل الجديد اللي انضم إلينا بالشهر الماضي. ليش؟ عشان نغرس هذه القيم بشكل واضح، وكثقافة نذكر حق الجميع أن الشخص ممكن يكون شاطر في عمله ويداوم ويأخذ مرتبة نهاية الشهر. هذا البير مينيمم، هذه يعني أضعف الإيمان اللي ممكن يقدم الشخص. تبي تتميز وتبي تحصل على ثقة وحب زملائك أقرانك في الفريق، تبي تحصل على ترقية، تبي تحصل على زيادة بالراتب، تبي تحصل على مسؤولية ومشاريع أكبر، إحنا ندعو كل واحد ووحدة معنا فريق العمل إنه يكون واحد منه كرائد أعمال. عشان تكون هذا الرائد الأعمال نعتقد أن عنصر أساسي هو مشاركتنا في هذه القيم والمبادئ اللي ذكرنا. والله هو أعتقد إذا قدرت تشوف عملك كحياتك وأهلك وأصدقائك أن يشاركونك هذا المشوار، هو الوزن الحقيقي. لطالما تشوف أو تشوفين عملك كفعلا وظيفة وتي من 9 إلى 5 وتأخذ راتب نهاية الشهر، من الصعب أنه ينمزج مع حياتك الخاصة. بينما إذا شفنا هذا المكان اللي نقضي فيه كمتوسط 12 ساعة في اليوم، إذا ما دعيت أهلك وأحبابك وأصدقائك أن يشاركونك في هذا المشوار، من الصعب أن توازن ما بين العمل والحياة. عملي هو حياتي، الحمد لله. أعتقد أن كعناصر أساسية من الخدمات اللي نقدمها تتطلب منا أن بشكل مستمر نشوف شنو السوق يقدم، شلون شكل المنافسين الموردين، هيكل السوق هذا بالكامل يتم رصده، وفي عندنا بعض الأنظمة اللي تساعدنا كذلك في استشعار شو اللي قاعد يحصل داخل السوق هذا. لكن أعتقد أن الأفضل هو أنك أنت تخترق هذا السوق، ومو معقول أن طول عمرك راح تتم منافس داخل سوق واحد، واختراق السوق هذا يكون من خلال دائما تقديم شيء جديد. والمفروض أنك أنت تقدر إذا تقدم أشياء جديدة وعندك هالقيم اللي ذكرناها قبل شوي، مفروض أنت تقود السوق، عدل؟ أنت اللي تقدر تقدم خدمات، منتجات جديدة، وبالفعل تنهض بالسوق وتكبر حجم السوق بدل فقط المنافسة على سوق بأسلحة وفي عوامل خلينا نقول تقليدية. والله أعتقد الإدارة عنصر مهم، ويمكن اللي حسن حظي أن فريق عملنا هو بالفعل بالنسبة لي أهم مرشدين أقدر أتعلم منهم، وأحرص أن دائما يكون حولي ناس أشطر مني كلهم باختصاصه، أعطيهم المساحة أنهم يشتغلون ويبتعون في مجالهم.
ياخذون قرارات قد تكون احيانا خاطئه واحيانا تصيب، بس ياخذون المساحه في قراراتهم وتحملهم للمسؤوليه. انا دوري اعتقد بالشركه حمل الرؤيه والتركيز عشان يصب نشاط كل واحد ووحده داخل الفريق في اتجاه هذه الرؤيه، توفير بيئه عمل مناسبه للفريق اللي موجود معانا، عشان ما يكون ما يشعر انه والله لازم اوازن بين حياتي الخاصه وبين عملي. هذه حياتك، وفعلا عشان تقضي وقت طويل داخل العمل لازم فعل بيئه العمل تكون مناسبه للفريق. فاعتقد الجزء الاول كاداره هو حرصي اني دائما استقطب فريق عمل انجح وابرز مني في كل باختصاصه، والعنصر الثاني بيئة العمل هذه لازم تكون مناسبة للعمل. أعتقد إذا وفرت هذين الاثنين راح يصب عمل الفريق داخل الرؤية اللي وضعناها مع بعض، وإن شاء الله نقدر نحقق الأهداف اللي رسمناها وأكثر بها. أعتقد من أهم المؤشرات هو سهولة استخدامه عند الناس وقبوله عند الناس. المراحل الأولى من عمر المشروع، البدايات الكثير منا نقول والله حصلت على عدد عمليات هالكثر باليوم الواحد، وعندي هالكثر ناس نزلوا التطبيق، والبدايات حلوة، بس البدايات ما هي مؤشر حق نجاحي، لأن المقام ما في شيء. فأنت بداياتك من الصفر لو صاروا 10 عمليات باليوم مو معناه النجاح. الانتشار الواسع أنا أعتقد هو من أهم المؤشرات. شلون تقدر أنت بالفعل يصير في انتشار واسع للخدمة أو المنتج؟ هذا بالنسبة لي من أهم المؤشرات في البداية. أعتقد بلشنا كفلاورد مثل ما ذكرنا إن نشتري الورد من أماكن مختلفة بالعالم، وبعدين زدنا مع الورود منتجات أخرى، إلين صار اليوم عندنا الحمد لله أكثر من 18,000 صنف معروض على الموقع أو التطبيق، وعندنا قريب 800 علامة تجارية هذه شركائنا نشتغل معهم. شفنا بالفترة الماضية إن السوق قاعد يصير زحمة، وعندنا عملائنا يهمونا كثير، فإحنا حابين أن نتميز بشكل أكبر مع عملائنا. لذلك إحنا قاعد نستثمر أكثر في علامتنا التجارية، قاعد نرفع من جودة كل المستلزمات اللي نأخذها، سواء كان الكروت، الباكيجينج، الاكسسوارات، الفازات، الريبنز، الرابينج بيبر. هذه المنتجات كلها قاعد نزيد من جودتها، يعني مقارنة في أكبر وأكثر العلامات التجارية المميزة بالعالم من ناحية لكجري، العلامات الفاخرة. فهذا جزء قاعد نشتغل فيه، ونعتقد أن بدال لا نشتغل ب 18,000 صنف، يمكن لو خفضناهم إلى 800 بس يكونوا 800 مميزين جداً. راح يكون هذا توجهنا بالفترة القادمة إن شاء الله، بدل لا نشتغل مع 800 علامة تجارية قد نشتغل مع كذلك عدد أقل بكثير من هذا، بس نشتغل معاهم بنطاق أوسع. نقدر نسوي كولكشنز خاصة في المواسم المقبلين عليها، تكون خاصة أكثر، حصرية يعني عندنا في فلاورد. حابين نشتغل مع منتجات محلية بس نوسع خدماتهم ومنتجاتهم عبر فلاورد في كل الدول. فبدال لا نكون احنا منصة ونعرض منتجات الغير، الثيم مالنا او رؤيتنا بالفترة القادمة ان نكون a house of brands. احنا راح نكون محل يجمع اهم العلامات التجارية بشكل حصري إن شاء الله عندنا في المنطقة. مو ضروري إن العلامة هذه تكون حصرية معانا، بقدر ما إنه والله الكولكشن اللي يكون موجود معانا بالفعل يكون حصري.
وهذا كله نعتقد يصب في تميزنا وخروجنا عن منافسة السوق التقليدية حق عملائنا. هذا على صعيد فلاورد كنشاط وعمل. أما على صعيد الاستثمار وشنو خططنا الفترة القادمة، عندنا المشروع الكبير كذلك شغالين عليه، هو أن الشركة تطرح للاكتتاب العام وتكون متواجدة في سوق الأوراق المالية بإذن الله. فهذا كذلك تراك إحنا ماشيين فيه، وأنا أعتقد يعني إن شاء الله خلال بغضون السنة الحالية أو بداية السنة القادمة بإذن الله نكون شركة مدرجة في أحد الأسواق المالية بإذن الله. احلم واحلم شيء كبير. البدايات هي كلها حلم، عشان تتحقق هذه الأحلام لازم يكون حجم أو فرصة في السوق حجمها كبير عشان تقدر تلبي طموحك بالأحلام هذه. فريق العمل أو الناس اللي من حولك، حاول واحرص أن يكونوا الناس بالفعل يضيفون لك، سواء كانوا هم أصدقائك أو أهلك أو شركائك داخل العمل، فريق العمل. احرص دائما أن فريق أو الناس اللي حولك يقدرون يضيفون لك. أعتقد هذين العنصرين، الأول احلم بشيء كبير، لأن يعني الفشل هو الطبيعي والنجاح هو الاستثناء، فإذا أنت نجحت لازم يكون النجاح هذا يسوى. والشق الثاني هو الناس اللي حولك، احرص دائما أن الناس اللي حولك يقدرون يضيفون لك، وأنك أنت دائما يعني تتلهف للقائهم بشيء جديد، يشجعونك ويحمسونك انك دائما تقدم شيء جديد. اعتقد الانسان هو عدو ما يجهل، وهناك خط ضعيف جدا ما بين الجهل وما بين الحلم. احلامنا كلنا جايين من بيئه متشابهه، كلنا جايين من بيئه متواضعه، واعتقد اللي يميز أي شخص عن الآخر هو الأثر اللي يبي يتركه في عالمنا. في ناس ما تبي تترك أثر، وهذه غالبية الناس. إذا تبي تترك أثر إن شاء الله يكون إيجابي. الواحد لازم يكون جاد أكثر في حياته، وهناك فرص عديدة إنه يقدر الواحد يغير اللي من حوله. وأعتقد واجبنا يعني كرواد أعمال أو جزء من المجتمع إنه بالفعل نأثر بشكل إيجابي في مجتمعاتنا. شكرا جزيلا.